يعني انا اسف يا كابتن شريف، الطبيعي يا كابتن بلال ان احنا نشوف الشكل الاداء ده، لانه وانت كنت لعيب كبير وعارف ان مثل هذه المباريات بتبقى تقيله شويه على اللعيبه، ولكن في النهايه يهم جمهور النادي الاهلي ان احنا كسبنا وصعدنا الى دور ال 16 اكتر كتير من شكل واداء النادي الاهلي، لان المباريات اللي جايه هتبقى اصعب والمرحله اللي جايه هتبقى اصعب بكتير. بص يا كابتن اسلام، في مباريات بيبقى الغرض منها المكسب، زي مباراه الكاس الافتتاحيه في الكاس دي. انت انتقلت من مرحله انك بتلعب في بطوله افريقيا، بطوله كبيره جدا من مستوى ليفل عالي جدا كبير قوي وضغط واداء مختلف تماما، لبطوله تانية مختلفه خالص مع فريق مختلف تماما. قد يجوز ان فريق النادي الاهلي يعني تفاجأ بالاداء اللي موجود عليه في بعض الاوقات. اللعيبه وانت بتلعب مباراه الكاس بالذات يعني بتبقى كانه حمل على اللعيب عايز يخلص منه، يعني عايز مباراه الكاس في دور ال 32 يا كابتن، فانا محتاج خلاص، انا مش عايز غير ان انا بس اخلص من المباراه واكسب وينتهي اللقاء على كده. يمكن دي برضه في بعض الاوقات تبقى تصور للجهاز للمدير الفني وتصور برضه لبعض اللعيبه. النهارده يمكن الشوطين مختلفين، يعني شخصيه النادي الاهلي في الشوط الثاني كانت مختلفه تماما. انت ابتديت اللقاء سهل بالنسبه لبعض اللعيبه، مفيش التحضير ما كانش جيد بالنسبه لبعض اللعيبه، وده وضع طبيعي. احنا قلنا الكلام ده قبل المباراه، قلنا من الجائز يبقى انت اللعيبه وهي داخل المباراه انت بتعتمد على اللعيبه نفسها وهي داخل المباراه، الحاله بتاعتهم بيفكروا ازاي، بيفكروا في ايه، مدى التركيز، مدى قوه التركيز اللي موجود عندهم. التركيز واضح انه ابتدى من بدايه الشوط الثاني لما حسوا ان في فرقه قدامهم بتلعب بتادي بتقاتل، وده وضع طبيعي. خد بالك يا اسلام، انا عايز اقول لك على حاجه، انت اي فرقه هتلعبك كنادي اهلي في الكاس بالذات هتلاقي قتال غير طبيعي، وده عادي في كره القدم في كل بلاد العالم، دي ظاهره صحيه. يعني انت مش هتكسب 5 و6 و7 و8 بسهوله، لا اطلاقا. انت في مباراه الكاس كل الفرق بتلعب النادي الاهلي، مفيش حاجه تبكي عليها، عارف انه بنسبه 90% خارج من البطوله، فبيحاول بقدر الامكان انه يصل لاكبر نقطه واكبر معدل من الاداء الجاي. ده اللي حصل النهارده في مباراه بني سويف. فرقه الحقيقه بنشكرها على الاداء، قدرت تروح للماتش النهارده بشكل كويس، خدت الماتش فيه كوره ممتعه بالنسبه لنا، خدت لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني تركز بشكل كويس وتدخل في اجواء المباراه سريعا الشوط الثاني. وده اللي كنا احنا بنقوله يا بلال من البدايه، حضراتكم قلتوا ان احنا يا جماعه الماتش ده مش ماتش سهل، مهما كان السهوله بتبقى في ارض الملعب، انت اللي بتعملها كلاعب والحاله بتاعتك وحالتك انت كلاعب. طيب بما اننا بنتكلم خلينا نروح نشوف زميلنا شريف شعبان من ارض الملعب و